اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة ذبحت الفراخ بتاعتي الحمد لله، ونظفتها وقطعت اللي أقطعه 4 أرباع، طبعا ده الطبيعي الناس كلها بتعرف تقطع التقطيع اللي هي 4 أرباع، وسبت منهم سليم عشان نعمله فراخ محشية فريك. إحنا بناكل فراخ محشية فريك مش رز. وحبيت بقى اجزأ معاكم الفراخ اللي انا عايزه اجزأها، يعني اللي انا هعمل منهم مثلا بانيه، هطلع منهم الوراك، اعمل منهم حمام كداب، دول هنعملهم مع بعض، يعني اللي فيهم الشغل هنعملهم مع بعض، تمام. وطبعا بما انكم انتوا عارفين ان انا مطبخي صغير جدا، فهعمل هنا يعني ايه نتصرف. دلوقتي الفرخة بتاعتي اهيت مغسولة غسلة مبدئية كده متنظفة، لسه طبعا هتتغسل تاني بس بعد ما تتجزأ. هنعمل منها ايه؟ عايزة اطلع منها الصدر ده اعمله بانيه، وعايزة اطلع الوراك اعملها حمام كداب. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. طبعا لازم يكون معاكي سكينة حامية جدا، وده طبعا مش متوفر عندي دلوقتي، فانا هتصرف بالسكينة اللي عندي. بصوا يا بنات، عشان انا قلت لكم الخلطه بتاعت الفراخ بتخلي الفراخ زي الفراخ البلدي، وقلت لكم في فيديو من بتاع تربيه الفراخ انها بتخلي الدهن بتاعها اصفر مش ابيض زي الفراخ البيضه اهي. وبسم الله ما شاء الله الفرخه دي تعدي الثلاثة كيلو. اول حاجه يا بنات كده بقسم الفرخه بتاعتي اتنين اهي، عشان نشوف عايزه تشتغلي بقى في انهي نص الاول. عايزه تشتغلي في الصدر نعمل البانيه، عايزه تشتغلي في الورك نعمل الحمام الكداب. كده معايا الورك اهو، تحاولي طبعا ما تهريش الجلد ده ابدا، لازم يبقى الجلد معاكي كده سليم. اول حاجه هنعملها في الورك وهو سليم كده اهوت معانا، هنطلع العظمه اللي هي دي. يا رب بس يكون التصوير واضح. العظمه اللي هي دي يا بنات، العظمه دي بتاعت الفخذ اللي هي بتبقى الاتنين مشبوكين في بعض بيها، هنطلعها ازاي؟ هاجي كده على حرف العظمه وهدخل السكينه بين بين اللحم ده والعظمه. بصي روحي راجع عليها لورا كده، هتروح مفصولة وتروحي مكملة اهي. طبعا ده مش هيترمي، انتوا عارفين احنا ما عندناش حاجة بتترمي. عندنا بقى عظمتين في الورك، العظمة اللي هي هنا دي فوق بتاعت الفخد، والعظمة بتاعت الدبوس. انا عايزة اطلع الاتنين من غير ما اهري الجلد، او من غير ما اهري الورك بتاعي من الناحيه التانيه. هفتح كده حوالين العظمه طبعا، تخلي بالك بقى وانتي بتشتغلي الحاجات دي، يا ريت يكون معاكي سكينه حاميه. حاولي بقى كده تسلكي سلكي كده بقى بين العظمة واللحم، ما تخليش العظمة تطلع فيها لحم. لحد ما نوصل للمفصل اللي هو ده. نوصل للمفصل ده تروحي غزة المفصل تدوسي تضغطي من عند المفصل، عشان احنا عايزين نفصلهم اتنين اهو. المفصل اهو، اهي العظمة طلعت
يعني فيها حتة استنتوفة اللحمة دي، أكيد أنا مش هسيبها برضو. تمام كده بقى معايا ايه؟ معايا اللي هي المفصل القرقوشة دي، عايزة تسيبيها سيبيها، يعني أنا بسيبها، يعني طلعت معايا طلعت، ما طلعتش بخليها. عايزة بقى أنا أفتح الدبوس، يعني عايزة أطلع من جواه العظمة ومش عايزة أفتحه للآخر. هشوف سكينة كده رفيعة أخش بيها جنب ال جنب العظمة اللي هي دي بتاعت الدبوس. على فكرة لو هتعملي الحمام الكذاب بفراخ أصغر من دي يكون أحسن. بصوا يا بنات، انا بحاول ان انا اخلعها من غير ما اجرح الجلد، يعني مش عايزة السكينة تنفذ مني تروح الناحية التانية. سلكي كده بقى اهي. يا رب يكون التصوير واضح. اهي يا بنات، اهي العظمة التانية بتاعت الفخذ اهي، معلهاش اي لحم. انا بقى مش عايزة اقطع دي، انا عايزة دي هخليها زي تبقى شكل كده راس الحمامة. فعندك حلين، يا اما تيجي من بره هنا وتخبطي بظهر السكينة هنا تفصلي دي وبعدين تسحبيها، والطريقة ديت ساعات بتقطع الجلدة. تمام. الحل التاني بقى اللي عندي ان انا هضربها من هنا من جوه، بس هوصل كده بس لاخرها وهقلب كده. اهي يا بنات، ولا القروشة ديت انا سايباها بمزاجي، عايزة اشيلها اشيلها. بصوا اهو، يعني انت هتحشي طبعا الورك ده، تحشيه من هنا، الدبوزة تحشيه، رز اهو سايباهولك مقفول مفهوش ولا خدشة. العظمة ديت اللي هنا انا سايباها علشان هي لما بنعمل الحمام الكذاب كده بتبقى اخدة شكل راس الحمامة اهو. نشيلها مع بعض بس عشان ايه، مع اني مكنتش عايزة اشيلها. اهي. وهو يا بنات بصوا العظم اللي طلع من الورك اهو، وده طبعا عشان اول ورك اعمله فطلعت فيه الحتة دي، يعني بعد كده مش هت، يعني اول ورك اعمله دلوقتي مش هيبقى فيه ولا حتة سنتوفة لحمة. تمام. اعمل لكم واحد كمان ونشوفه مع بعض. هنيجي برضو هنا يا بنات اهوت، العظمة دي هنفصلها. العظم ده يا بنات مش هنرميه، تعملي بيه شوربة. عايزة تعملي كمان، عايزة اعمل معاكم مرقة الدجاج، ممكن اخليه اعمل بيه معاكم ان شاء الله المرقة بتاعت الدجاج. زي ما قلتلك حاولي ان انتي ما تقطعيش الجلد، يعني ما تهدريش حاجة، واللحم تلزقي السكينة كده في العظمة بحيث ان هي ما تهدرش معاكي اي لحم في العظمة. اهي طلعنا العظمة كده اللي هنا اهي، الورك سليم اهو. عندنا هنا حتة عظمة زيادة نشيلها.
عايزة بقى بعد ما تخليه كده، عايزة تعمليه يعني تخلي الفخاد دي لوحدها، عايزة تعمليها شيش طاووق، عايزة تعملي حمام كداب، عايزة تخليها كده وتعملي منها بانيه. البانيه اللي من الوراك جميل يا بنات، روعة، أحلى طعمه، أحلى من البانيه اللي من صدور الفراخ بكتير طبعا. عايزة اطلع لكم العظمتين دول على بعض. بصوا هنزل هنا من عند اول الدبوس، بس هو اللي هفتحه عشان اسلك المفصل. انا كده يا بنات ما فصلتش معاكم الفيديو علشان عايزاكم تشوفوا الخطوات بالظبط. بصراحة انا ما بحبش اعمل الحاجات دي عند الفرارجي، يعني انا ما بحبش اشتري مثلا الورك ولا الفراخ واقول له اخليها لي، لا. انا ممكن اشتري منه الفرخة على بعضها كده واتصرف انا، الكلام ده يعني كان من فترة، لكن انا بقالي بتاع 3 سنين ما بشتريش فراخ خالص من بره، بربي الفراخ في البيت. اهي يا بنات خلصنا العملية بنجاح. السكينة دي طبعا مش هتكسر، فلازم اجيب السكينة الاكبر. اهي يا بنات ايه، نرجعه لكم بس لشكله الطبيعي اهو. بصوا بقى، مش ايدي شبه اكلين لحوم البشر، بس معلش انا طلعت لكم العظمه اهيت على بعضها. وهقول لكم تاني، العظم والحاجات دي مش هنرميها، هننضف حواليا كده وارجع لكم. بصوا كده يا بنات اهوت زي ما قلنا الحمام الكذاب، خلينا الوراك للحمام الكذاب، مفيش خدش في الجلدة، والدبوس سليم مش مفتوح زي ما انتوا شفتوا معايا اهوت. خلاص خلصنا من موضوع الحمام الكذاب، هبقى اكمل انا بقى الكمية اللي عندي يعني لوحدي. دلوقتي عايزه اوريكم طريقتي في عمل البانيه. عايزه اقول لك على حاجه، كنت عايزه انضف اصلا الفراخ معاكم من الاول، بس ايه يعني ما حصلش نصيب. الحاجات دي في الجناح، يا اما تشيلي الجناح من هنا كده كله وترميه، يا اما مش عايزه تشيليه لازم تشيلي الحتتين اللي هما دول، الضفرين دول اللي في اول الجناح وفي اخر الجناح، عشان دول بيعملوا، هما اللي بيعملوا الزفاره في الشوربه يعني، هما وفي حاجات تانيه اللي هي الحته اللي عند الديل، هوريها لكم في فرخه تانيه دلوقتي. فاحنا بقى دلوقتي هنعمل البانيه. طبعا انا هشيل كل الدهن ده، ملوش اي لازمه يترمي. طلع الزر، بصوا كده
كده يا بنات الفرخة اهيت معايا، الجناحين والصدر والحتة اللي هي ايه اللي ورا دي. عندك طريقتين، عايزة تفتحيها كده من هنا هتبقى بالطريقة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هتشوفي فين حرف العظمة وهتخشي كده تمشي من حواليها. هتبقي لازقة السكينة في العظمة عشان ما تهضريش حاجة من اللحم، وطبعا اوعي ايديكي لو مش بتعرفي، بلاش تعملي الموضوع ده. بصي انا بس عايزة اوريكي ان بصي العظمة ما فيهاش ولا حتة لحم. وهتيجي هنا كده من عند بصي المفصل اهوت بتاع الجناح، سلكي كل اللحم وتروحي خلعه اهو بعيد المفصل. تمام، نحطها مع الوراك دلوقتي. عندي بقى هنا الجناح ده اهو، بقى الجناح برضو لوحده، هتعمليهم في يوم بقى لوحدهم، انتي حرة يعني اتصرفي. انا بحب يا بنات يعني لما بربي الفراخ بحب اشيل منها سليم، بس طبعا السليم ما بشيلهوش بالحجم ده، بشيل اللي هو الاصغر شوية، وفي منهم بقى بقطعه اللي هو 4 ارباع يعني الفرخة كده على 4، وفي بقطعه برضو لو الفرخة كبيرة شوية زي دي وعايزة اشيلها زي ما هي بعضمها بقطعها على 8، بنعملها لو في صينية فراخ او لفراخ كنتاكي او لحاجة. وفي بقى اللي هو بنقي الفراخ الكبار اروح عاملاهم بانيه، اطلع منهم بانيه. بصي كده انا جبت الصدر، نص الصدر التاني انا بدأته من هنا، النص ده هبدأهولك من هنا علشان تعرفي برضو الطريقتين اللي تسلك معاكي اشتغلي بيها، يعني على عدلة ايدك تعرفي تخليه من هنا من هنا اشتغلي. السكينة بس مع الزباني شوية عشان هي مش حامية. في عظمة هنا اهي، بصي انا عايزة افرجك على الهيكل، بس اشيل الجناح ده، ادي الجناح التاني اهو. بصي الهيكل زي ما قلت لك، طبعا احنا مش هنرميه، احنا هنعمل بيه شوربه، ممكن كمان تقطعيه وتعملي بيه يعني تحطيه مع الاكل في صينيه بطاطس او اي حاجه، شغال نعمل بيه شوربه، نعمل بيه مرق الدجاج، مش هيترمي، لكن هو اصلا ما فيهوش لحم. الحته اهي في الصدر التاني هنا، بس عندي العظمه دي شيليها كده تطلع معاكي. الفتافيت اللي ممكن حاجه تتهدر منك زي كده ما ترميهاش، هتعملي بيها ايه؟ هتحطيها مثلا عامله بتعملي شاورما، يعني هيفيد معاكي كده حاجات برضو هتنفع. بس كده يا بنات انا بقى هكمل اخلي بقيه الفراخ اللي عندي بالطريقه دي، وبعدين نقطع البانيه مع بعض. بصوا كده يا بنات انا خلصت الفراخ دلوقتي، عملت الكميه الفراخ اللي معايا، طلعت منها الحمام الكذاب اللي هي الوراك، خلينا الوراك كده زي ما شفنا مع بعض، وعملنا الحمام الكذاب بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شفتوا طريقتي في خلي الورك اهو، كلهم سلام وجمال. ده الوراك نشيله، دي كمية البانيه اللي انا طلعتها من الثلاث فرخات اللي انا وريتهم لكم اهم. عايزة بقى تخليهم كده في ليه زي ما تحبي، عايزة
تعمليهم شاورما، عايزه تعمليهم بانيه، انت حره. انا عامه هوريكي دلوقتي طريقتي هعمل فيهم ايه. دول الجناحات والرقاب اللي هو الزور ده، الرقبه، ودول صفحتين بتوع ورك بتاع فراخ تانية هحطهم معاهم، يعني هم دول كلهم مع بعض، الجناحات والرقاب والصفحتين دول هخليهم مع بعض في أكلة واحدة. ده بقى يا بنات اللي هو استني هوريكي الحاجات اللي بتبقى هنا مكان ما احنا خلينا، بصي مكان ما احنا خلينا كده البانيه بتاعنا، انا شلت كل الحاجات الزيادات اللي عليه، عشان زي ما انا قلت لك العظم ده، وده العظم اهو بتاع الحمام الكذاب، زي ما قلت لك العظم ده انا هعمل بيه مرقة دجاج، فانا مش محتاجة يعني يكون عليه حاجة، يعني العظم ده انا مش هرميه، بس انا سلخت كل اللحم اللي عليه، اخدته اللحم بقى اللي هو كان على العظم ده انا اخدته اهو زي ما انتي شايفة كده، طلعته بالسكينة كله. ده بقى نستغله في ايه؟ يعني عايز تعمليه مثلا زي اكلة زي الشاورما كده، عايزة تعملي ايه بيتزا، يبقى عندك حشوة البيتزا تعملي بيه بيتزا، بيبقى جميل. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقطع مع بعض البانيه. انا طبعا غسلت الرخامه دي بس عشان اعمل البانيه لازم يكون تحتيها ناشف عشان ما تتزحلقش منه. بصي بقى هتمسكي حته الصدر بتاعتك كده، برضو الحاجات الزياده اللي زي دي كده هنشيلها ونحطها فين؟ في اللي قلت لك عليه ده اللي هنعمله ايه، هنعمل بيه بيتزا، هنعمل بيه اي معجنات شغال. هتمسكي حته الصدر بتاعتك كده هتضغطي تدوسي عليها جامد، دوسي كده لتحت، وبالسكينه بقى اللي انتي اللي هتشتغلي بيها ايا كانت، بسم الله الرحمن الرحيم، وتروحي دايسه كده. عايزه تخففي تزودي يعني انتي حره. مره كمان بسم الله الرحمن الرحيم، بس لازم تدوسي عليها لتحت كده. تمام. الحتة بقى اللي هي دي عايزة تخليها لوحدها وتعمليها اللي هي الفراخ المقرمشة دي، مش عارفة اسمها ايه، صوابع الفراخ، عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها برضو استغليها وطلعيها حتة بانيه. انا عن نفسي بطلعها شاورما. بصي حتة تقيلة زي دي اهي، قسميه بقى بالحجم اللي يريحك، بالعدد برضو اللي يريحك، والحتة اللي زي كده دي برضو مش شغالة، شغالة بانيه مش عاجباكي بانيه قطعيها وحطيها هنا. اي حاجة بقى، اي حتت كده صغننة كده هنحطها فين؟ هنا اهوت، عشان دي برضو زي ما قلت لك هنعمل بيها هنعمل بيها بيتزا، هنعمل بيها اي حشوة معجنات، هنعمل لها شاورما، هنعمل بيها مكرونة، يعني ليها حاجات كتيرة نعملها بيها. ودي زي ما قلت لك عايزة تقطعيها هنا قطعيها، مش عايزة تقطعيها تمشي حتة بانيه بس لسه هنفتحها. اهي اهي اهي، شفتي بقى طريقة تقطيع البانيه؟
يا رب تكون عجبتكم الطريقة. انا بقى هقطع كل كمية البانيه اللي عندي، وبعد كده هنقع كل الفراخ اللي انا وريتها لكم دي. لا البانيه مش هنقعه، البانيه هغسله غسلة كويسة بملح وليمون ملح وليمون وخل، وبعدين هحطه في مصفى، وبعدين هعمل له تتبيلة. مش هوريكم موضوع التتبيلة، التتبيلة عادية خالص، طماطمية وبصلاية وشوية بهار لحمة وفلفل أسمر، هضربهم في الخلاط وشوية ملح وهحطهم عليه، وبعدين هعبيهم في الأكياس وأحطهم في التلاجة، بحيث إن أنا لما أجي مثلا أسحب كيس البانيه كده يبقى متبل، أطلعه يفك على طول وأشتغل. هقطع بقى كل البانيه بتاعي بالطريقة ديت وهوريه لكم. بصوا كده يا بنات، انتهى النهاردة الفيديو بتاعنا. يا رب يكون طريقتي في تقطيع الفراخ عجبتكم وتجزئها. انا بعمل كده يا بنات بتوفر معايا كتير، يعني انا كمية البانيه ديت اللي طلعتها من 3 فرخات هقسمها في طبق فل او في اكياس على حسب افراد اسرتي، يعني على حسب المرة انا هعمل فيها قد ايه هقسمها وهشيلها. هتقطع معايا كذا مرة اطلع واعمل بانيه، والحمام الكذاب دوت اللي هي الفراخ اللي انا عملتها الوراك عملتها حمام كذاب برضو هقسمها. وبصي طلعت برضو جناحات وافخاد لوحدها، وطلعت شاورما. الموضوع انا عايزه اقولك انك ممكن مثلا من فرختين او 3 تجيبيها تكفيكي الشهر كله، لانك هتطلعي منها هتعملي كذا حاجه، كل مره هتطلعي حاجه، ممكن كل يوم تاكلي فراخ. ما انتي مش بت يعني مش حطها كلها على بعضها، بس بقى ايه لما بتيجي تحطي الحاجه لازم تبقي كاتبه على كل حاجه هي ايه، لان الحاجه لما بتتجمد بتشبه بعضها. يعني انا ساعات كتير بحط اكياس شاورما واكياس بانيه، اجي اطلعهم ما بقاش عارفه انهي الشاورما وانهي البانيه. فما تقعيش في الغلطه اللي انا بقع فيها دي، اكتبي غيري لون الكيس اتصرفي. بس يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة، وما تنسونيش بلايك للفيديو علشان تشجيع يعني منكم. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، يا رب ما اكونش عكيت كتير في الكلام. يلا اشوفكم في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ ام حسن على قد الايد. سلام عليكم.